الحياة ان احنا يعني كلنا عارفين ان مشاكل الشعر بقى يعني مشاكل كتير، جفاف وتساقط وقشرة وحاجات مختلفة. يمكن كمان يعني ظهر على السوشيال ميديا كده مشاهد او فيديوهات لشعر بيسموه الشعر الخشابي، تلاقي كده البنات ممكن يكونوا يعني بيسيبوا الشعر شوية مش عارفين يسرحوه كويس او كده، فيحصل له تشابك فيبقى زي كتلة واحدة ويضطروا ان هما يقصوه. برضو دي حاجة يعني صعبة شوية، وطبعا الشعر يعني مش بالسهل انه هيطول مرة تانية او يبقى في حالة صحية كويسة، فازاي نحافظ عليه في افضل حالة. النهاردة معانا خبيرة التجميل والتغذية استاذة شيرين محمد، اهلا اهلا بيكي. بيك يا حبيبتي، ومعايا سناء كمان، اهلا بيكي يا سناء، اهلا نورين. وسهلا بحضرتك. شيرين قوليلي، يعني الناس تسيب شعرها لحد ما يبقى صعب كده التشابك بتاعه يمسك في بعضه ويبقى كتلة واحدة، وانها تضطر انها تقصه مرة واحدة، ده صعب قوي. انا دايما بشوف ان مشاكل الشعر مرتبطه بحاله نفسيه، يعني البنت لما بتكون في حاله نفسيه سيئه للاسف غصب عنها هي بتعمل في شعرها. ايه اللي بيوصل الشعر ان هو متشابك، ان هو زي ما انت قلتي كده بيوصل لمرحله اللي هو الشعر الخشابي؟ الشعر بصيلات الشعر والشعر نفسه بيلتفت حوالين بعضه فبيتماسك، فهي مش عارفه تسرحه خلاص، فبيبقى عامل زي الخشب كده في ايدك. ده نتيجه ان انت شهر واتنين وتلاته ما بتسرحهوش خالص. في بنات فعلا بتقعد 3 شهور ما بتسرحش شعرها، ده بسبب ان هم في حاله نفسيه سيئه، مشاكل، ضغط، توتر. علشان كده دايما انا بقول الحاله النفسيه للشخص هي اللي بتاثر على صحته، بتاثر على شعره، بتاثر على بشرته. فانت دايما ما تحطيش نفسك تحت ضغط او توتر، لان ده بيأثر على كل حاجه في الجسم. ظبطي حالتك النفسيه، ظبطي اكلك، ظبطي صحتك، بالتالي شعرك هو كمان هيتظبط مع تظبيط الحاجات دي. لكن عامة بقى مشاكل تساقط الشعر بيبقى أسبابها إيه؟ تساقط الشعر أنا بشوف أول مشكلة وأهم مشكلة لتساقط الشعر هي الجفاف. جفاف الشعر هو مسؤول على فكرة عن كل مشاكل الشعر، سواء تساقط أو قشرة أو تقصف أو هيشان. يعني أنت متخيلة إن الأربع الجفاف مشاكل دول سببهم واحد بس هو الجفاف. طول ما شعري جاف، فروة راسي جافة، بالتالي هيطلع لي قشرة. فروة راسي جافة، بالتالي شعري هيبقى متقصف، وطالما هو متقصف هيهيش. فعلاج يعني دايما الجفاف هو اللي مرتبط بكل الكلام ده، فاحنا نستهدف المشكلة. انا يعني دلوقتي عارفة ان الجفاف هو اللي بيأثر على كل الكلام ده، فيلا بينا نستهدف الجفاف ده ونبدأ ان احنا نعالجه. علاج الجفاف بقى ده يعني بيختصر في كلمتين بالظبط، وهو ترطيب زيادة. رطبتي شعرك الترطيب الكافي، استخدمتي منتجات طبيعية خالية من اي مواد كيميائية للشعر، شعرك كده اخذ العناية والترطيب اللي هو عاوزه، فبالتالي انت بدأتي تتخلصي من كل مشاكل الشعر.